فعلا يا احمد دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه وحار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل البروده في اخره على كافه الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك طبعا عن اخبار الطقس النهارده، وهل الفتره اللي جايه ممكن تشهد انخفاض في درجات الحراره او في فرص لتساقط الامطار النهارده؟ اليوم طبعا وغدا على مدار ال 48 ساعه القادمه احنا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، اجواء خريفيه مستقره على كافه الانحاء بسبب تاثرنا طبعا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي هنحس فترات النهار بالاجواء المائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، ايضا محافظات شمال الصعيد، اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار ومع سطوع اشعه الشمس العظمى على القاهره اليوم متوقع تكون ما بين 26 و27 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن مع غياب اشعه الشمس ودخول فترات الليل وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر هنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره الصغرى بتوصل ل 17 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فالاجواء في الفترات دي بتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان نتيجه الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه اللي بتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، دايما مع التكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا حتى الساعه 7 صباحا. الاجواء دي زي ما قلنا هتستمر معانا لغدا الاحد ان شاء الله، لكن متوقع من يوم الاثنين القادم ان شاء الله يكون في تغيير في منظومه التوزيعات الضغطيه، نبدا نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده طبعا هيكون معاه فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه، هي الى الان امطار خفيفه، لكن طبعا احنا دايما عارفين ان فصل الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فوارد يحصل تغيرات في الحاله الجويه وفي خرائط الطقس في اي وقت، بالاضافه كمان ان انخفاض درجات الحراره هنبدا نلاحظه اكتر من يوم الاثنين القادم، لان متوقع ان العظمى تنخفض وتوصل ل 25 درجه مئويه على القاهره الكبرى. من غدا هتستضيف مصر حدث عالمي هو كوب 27 في مدينه شرم الشيخ، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الجو هناك خلال الفتره اللي جايه، وخصوصا يعني مع التقلبات الجويه اللي حضرتك بتقولي عليها. بالفعل يمكن ده حدث مهم جدا لكل دول العالم ويمكن جمهورية صحيح. مصر العربية، لكن مدينة شرم الشيخ الحمد لله من ضمن المدن جمهورية مصر العربية اللي أجواءها شبه مستقرة في فترات كتيرة طول جدا العام. من العام فترات كبيرة جدا من العام أجواءها شبه مستقرة، وإن شاء الله على مدار هذا الأسبوع كله هيكون في استقرار في الأحوال الجوية، الأجواء فترات النهار هتكون أجواء حارة، فترات الليل هتكون أجواء لطيفة، في ساعات الليل الأولى في ساعات الليل المتأخرة أجواء مائلة للبروده، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فالاجواء مستقره حتى فرص الامطار مش موجوده خلال هذا الاسبوع على مدينه شرم الشيخ باذن الله. وحاله البحر الاحمر؟ حاله البحرين الاحمر والمتوسط احنا بنشهد هدوء في سرعات رياح على الاقل لمده 72 ساعه القادمه، فبالتالي ده بينعكس على حاله البحرين الاحمر والمتوسط، حاله الملاحه البحريه معتدله تماما، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، ارتفاع الامواج على البحر الاحمر او البحر المتوسط لا يتجاوز ال 2 متر، فنقدر نستمتع بالاجواء على البحرين الاحمر والمتوسط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على متابعتك اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر عن حاله الطقس، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 26 الصغرى 17 العاصمه الاداريه 26 17 الاسكندريه 25 18 العلمين الجديده 26 17 مطروح 25 15 دمياط 25 19 بورسعيد 25 20 الاسماعيليه 26 16 السويس 25 16 العريش 25 18 كاترين 21 12 طابة 25 19 حلايب 26 21 شلاتين 29 20 وشرم الشيخ 29 22 الغردقة 30 20
الفيوم 27/17، بني سويف 27/17، الوادي الجديد 29/16، اسيوط 28/14، سوهاج 28/15، قنا 29/17، الاقصر 30/16، واخيرا اسوان 30/18. بكده حاولنا نطمن حضراتكم النهارده عن حاله الجو خلال النهارده وكم يوم الجايين. بنتمنى بس الالتزام بالارتداء ملابس ثقيله في الساعات المتاخره من الليل وكمان في الساعات الاولى من الصباح علشان اولادنا وعلشان ما نتعرضش للتغير المفاجئ في درجات الحراره فنتعرض لادوار البرد خلال الفتره دي. هرجع مره ثانيه لاحمد بسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر موصول طبعا للدكتوره منار غانم.